اقرأ من قول الله تعالى: ثمانية أزواج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. حسبك. طيب، إيه دليل ومن المعز اثنين؟ وسكون المعز حصن. سكون المعز حصن. وسكون ولا من غير واو؟ وسكون. وسكون المعز حصن. تمام. ماشي. ده الثاني. السؤال الثاني: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. برواية الدوري عن الكساء. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا،
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا حسبك ايه دليل قول الله تعالى أولا يذكر الإنسان وفي مريم بالعكس حق شفاؤه تمام خلاص اقرأ يا ابني من قول الله تعالى ما أغني عنهم ما كانوا يمتعون ورش مين اللي قالك كده ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون اي رواية ورش التوسط البدل اللي انت عاوزه تواسط البدل يبقى كده انت ألزمت نفسك بالتكليف صح ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلهنا آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إيه دليل؟ نعم. دليلك في قول الله تعالى والشعراء يتبعهم. دليلها منين يا ابني؟ ولا يتبعكم خف مع فتح تائه ويتبع ولا يتبعوكم خف مع فتح تائه ويتبعهم في غلة احتل واعتلى. تمام. يلا يا ابني اقرأ من قول الله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم برواية السوسي. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم
سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. حسبك. ما دليلك في قول الله تعالى عليهم دائرة السوء؟ دليل 10 أبيات بدل الدليل. لسه مش عاوز دليل دلوقتي. ما آخر سؤال. ما هنا يا اخي اخر سؤال الدليل. يقول الاول الدليل. طيب قول يا ابني الدليل الاول بعدين ابقى ال 10 ابيات. وقل بضم السوء مع ثاني فتحها. ها؟ وقل بضم السوء. علي صوتك ما بسمعك. وقل بضم السوء. ايه كل دي؟ ايه كل دي؟ خلاص وحقهم بضم السوء. وحقهم اقصد. خلاص. وحقهم بضم السوء مع ثاني فتحها. انا قلتها خلاص. انا عاوز اقول لك اسالك بقى في 10 ابيات، قول لي من اول سوره لقمان. تفضل. ما هي لقمان مع الروم. لا ما انا يا مولانا انا بس عشان نجيب من اول السوره. لا صعب عليك. لا اله الا الله. خلوا من اول سوره لان سوره الروم ولقمان وكلمات. ايه رايك من اول سوره الروم يلا؟ من سوره الروم الشيخ بيخفف عنك شوي. جزاك الله خير. يلا. قول يا علي. اول الروم. من سوره الروم الى سوره سبأ. عاقبة الثاني السماء وبنونه نذيق زكاة للعالمين كالسرولة. سروع لا في أربو خطاب ضم والواو بعده والتاء واجمع آثار كم شرط والواو ساكن بعده والتاء واجمع آثار لا تخلفت خالص والواو ساكن أتى واجمع آثار والواو ساكن أتى واجمع آثار كم شرفا علا وينفع كوفي وفي الطول حسنه ورحمة نرفع فائزا ومحصلا واتخذ المرفوع غير صحابهم تصعر بمد خفيف شرعه علا وفي نعمة حرك وذكر شرعه ايه؟ شرعه حلا انت قلت علا ايوه انا عارف ايوه صحيح نعم نعم وفي نعمة الحرك في نعمة الحرك وذكر هاء وهاء جزاك الله خلاص يا ولد تفضل نعم طيب يا مولانا انت كده شطبت